أرض واحدة وعائلة واحدة ومستقبل واحد، هذا هو شعار قمة العشرين في دورتها 18 التي بدأت فعالياتها اليوم بنيودلهي بمشاركة بارزة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وتفتح القمة أمام مصر آفاق التعاون الاقتصادي والاستفادة من كيان كبير يشكل 19 دولة مع الاتحاد الأوروبي، بما يمثل في مجمله 85% من الناتج الاقتصادي العالمي و75% من حجم التجارة العالمية ونحو ثلثي سكان العالم تقريبا. وتناقش قمة العشرين هذا العام قضية التنمية المستدامة، وإلى جانب تنسيق الملفات الاقتصادية والسياسات المالية بين الأعضاء، فيما تعكس المشاركة المصرية نجاحا ملحوظا على الجانب السياسي والدبلوماسي وفرصة لتعزيز المصالح مع أطراف سياسية فاعلة من بينها 5 دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن، فضلا عن جميع أعضاء مجموعة الدول 7 G7. كما تأتي الخطوة بعد نجاح سابق أنجزته مصر بالانضمام إلى تكتل البريكس.